بداية نحب نأكد على موضوع يمكن اتكلمنا فيه كتير جدا قبل كده، بس عشان برضو الأمور تتحط في نصابها الصحيح ونرد على كلام كتير جدا بيتقال، لأنه يبدو حتى أنه الناس اللي بتسمع ما بتفهمش واللي بتفهم ما بتطبقش. ما فيش حد أكبر من النادي الأهلي مهما كانت موهبته، مهما كان حجمه، مهما كان تأثيره، ومهما كان حجم الفايدة اللي ممكن يرجع على اسم النادي الأهلي من وجوده جوه المنظومة. ما فيش حد بيلعب في الأهلي إلا لو كان عايز يلعب في الأهلي، ومفيش حد عنده القدرة مهما كانت نجوميته إنه يلوي ذراع النادي الأهلي. دي قاعدة اتعلمناها على مدار مش بس جيل واحد، على مدار أجيال وعلى مدار زمن طويل جدا. وفي النهاية الحقيقة الأهلي هو اللي بيضيف لأي اسم بينتمي ليه أكتر ما الاسم ده ممكن يضيف للنادي الأهلي. في التعاقد مع الأهلي الموضوع مش بس موضوع فلوس، لا، في الأهلي أنت في منظومة ناجحة تضمن لك تحقق مشوار تكتب بيه تاريخ، تقدر تدخل فيه بطولات وتحقق فيه بطولات كتيرة جدا، تقدر تاخد خبرات من احتكاكات مع كل أبطال العالم على كل المستويات. فالقصة في الأهلي غير طبعا الأهم والأكثر تأثيرا هو حجم الجماهيرية والشعبية اللي تتمتع بيها وانت جوه الأهلي، واللي مش ممكن تقارنها مهما كانت عبقريتك بوجودك في مكان تاني. ده بدءا زيبد الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه اللي مستمر وكل يوم يطلع فيه المسلسل حلقة جديدة بتتكلم على صفقات منتظرة أو على أسماء لعيبة هتمشي في النادي الأهلي. خلينا نرد عليه ونوضحه برضو لجماهير النادي الأهلي. الكلام اليومين دول بيتقال عن صفقة تبادلية بين الأهلي وبين بيراميدز، تحديدا ناصر ماهر وإبراهيم عادل. كلام ليس له أي أساس من الصحة، والمصدر بتاعه حتى اللحظة دي يمكن مش معلن. يعني لما يتكلم حد على أنه في صفقة تبادلية بين النادي الأهلي ويحدد أسماء لاعبين هينتقلوا من بيراميدز النادي الأهلي، كان مفترض أنه يبقى بيقول مصدرها ايه، وكان يفترض كمان انه الناديين يبقى ليهم مصدر للمعلومه، لانه ده معناه ان في تواصل بالفعل حصل بين الناديين وفي موافقه من حيث المبدا حتى لو ما فيش عقود اتمضت. الكلام كمان عن رحيل عمرو السوليه كلام ليس له اي علاقه بالواقع وكلام غير دقيق على الاطلاق، وما اعتقدش. والاهلي مقبل خلاص، احنا بنقرب يوم بعد يوم، يمكن 7-8 ايام والاهلي ان شاء الله باذن الله هيكون عنده مواجهة مصيرية مع الترجي.